بنت نشيطة وناجحة، كان في مسابقة للجنة الثقافية إنه يقرأوا قصة ويحكوها هن بذاتهم، والبنت كانت مبدعة وحست حالها إنها هي عملت أحسن ما يمكن، وتوقعت إنه تأخذ التقييم يكون تقييم إيجابي. المسؤولة قالت لها أنا ما حبيتش، ما عجبنيش، وكنت دلوعة وانت تحكي القصة. البنت تأثرت كتير، والأم بتقول شو أعمل غير إني أشجعها؟ شو لازم يكون دوري أنا؟ حبيت سؤالك، دورك مهم كتير للتدريب بالحياة على هيك حالات، لأنه أغلبنا منوكل كف، أغلبنا منوخد صدمات، أغلبنا منتلقى مرات حالة اللي ما كناش متوقعينها. فالشخص اللي وقع بهيك شيء بحب إنه يجي عنده عنوان اللي يسمعه، وإنت العنوان، لأنه واضح جداً إنك أنت متعاطفة معها. العنوان اللي يسمعه هو أهم إشي يسمعه، حتى لو مرات كتير كان اللي بحكي مش عمزاجك ماما، أو مش حبيبتي، أو مش قيمك، هو عم بعبر عن حزنه، عن قلقه، عن ضغطه، عن غضبه، عن انفعاله، وكل التعبير تبعه بهاي الحالة هو بيطلع لها. خليها تعبر، بعد ما تعبر وتخلص إياك تصححي، إياك تقولي لها ما لكيش حق، إياك تقولي لها هذا غلط. الشعور بهاي اللحظة هذا الشعور صادق، شعور ذاتي، بس اصغي واصمتي. الآن يمكن تسألك تقول لك شو بتقولي ماما، تقول لها أنا بقول إنه أنا دايما حدك، وانت ما بدك تيجي تحكي، انت مقهورة، انت زعلاني، انا عارفة انك انت مقهورة، انت كنت متوقعة انك تاخدي انطباع من المسؤولة احلى من هيك، انا بعرف قديش هذا اشي صعب. السمرات كتير اذا عندك قصة مرقت فيها انت، او مرق فيها حدا بتحبه، سيدها، خالها، عمها، ممكن انك تحكي لها اياها، هذا منسميه تعزية، تحكي لها انه في حالات من هذا النوع، لأنه التجارب بالحياة هي دايماً مدرسة واختبار، وحتى إنه الإنسان يتطور بشخصية سوية سعيدة، مش دايماً الحياة مفرشت له كلها أزهار وكلها حياة نعيم ومثل ما بدنا. مرات كتير في إشياء إحنا منتوقعهاش بتفاجئنا، بتعملنا صدمة، هاي الصدمة هي نكتسبها كخبرة في الحياة.